سعيدة جدا بحضوري للقمة العالمية للتسامح، وهي قمة انتظرتها طويلا. الجميل في هذه القمة أنها لا تركز فقط على قيمة التسامح في دولة الإمارات، بل أيضا تعمل بجد واجتهاد على غرس قيمة هذا التسامح في الشعوب وفي العالم بأكمله عن طريق تضافر الجهود العالمية في هذا الشأن. قيمة التسامح هي قيمة غرسها فينا ديننا الإسلامي السمح، وأيضا غرسها فينا بابا زايد الله رحمه عندما بنى دولة الإمارات، وعليها فنحن كشباب الإمارات يجب أن نتمسك بهذه القيمة المهمة لبناء هذا الوطن.